قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق الدولي الذي أبرم مع إيران لتقييد أنشطتها النووية عطل فقط برنامجها النووي حوالي 6 أسابيع، واتهم إيران باستغلال هذه الانفراجة لصقل التقنيات المتعلقة بإمكانية صنع قنبلة نووية. وقال نتنياهو في مؤتمر أمني في تل أبيب إنه في تقديره أن الاتفاق يبعد إيران 6 أسابيع وليس أكثر عن الموقع الذي كانت فيه قبل ذلك، مضيفا أن الاختبار يظل في التوصل إلى اتفاق دائم إذا تحقق لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية. وبدأت إيران هذا الشهر تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت الذي توصلت إليه مع القوى العالمية في جنيف في نوفمبر الماضي، والذي ندد به نتنياهو ووصفه بأنه خطأ تاريخي لأنه يقضي بتخفيف العقوبات على إيران ويتيح لها الاحتفاظ بالبنية التحتية لصنع مواد انشطارية. وتختلف تقديرات نتنياهو للتأثير المحدود لاتفاق جنيف الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير عن تقديرات بعض الخبراء الغربيين الذين يعتقدون أن إيران تحتاج إلى وقت أكثر من ذلك لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب عند مستويات أعلى لصنع قنبلة إذا ما قررت إنتاج واحدة. وائل جمال، رويترز.